أهلا بكم من جديد مشاهدينا في شير. شابة عمرها 17 عاما قلبت العالم على الصين لأنها فقط استخدمت تطبيق تيك توك. لكن قبل أن نعرف حكايتها شاهدوا أولا الفيديو الذي نشرته على المنصة. Hi guys, I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions if not, or else they're going to, of course, get murdered. People that go into these concentration camps, they'll come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. هذه الفتاة هي فيروزة عزيز، فتاة أمريكية من أصول أفغانية. نشرت الفيديو الذي شاهدناه مستخدمة حيلة ذكية، وهي أنها بدأت الحديث عن التجميل وما يتعلق بالرموش، لينتهي بها المطاف إلى محاولة لزيادة الوعي بما يحدث للمسلمين في الصين على حد قولها على أيدي السلطات الصينية من عنف وقمع وبالأخص لمسلمي الإيغور. هذا الفيديو مشاهدينا اجتاح الإنترنت على مدار الأيام الماضية، لكن النتيجة كما نرى. فيروزة أعلنت عبر تويتر أنه تم إغلاق حسابها وحظرها من النشر لمدة شهر، لكنها تابعت أنها لا أحد يستطيع أن يمنعها من الكلام. ونشرت فيروزة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: الصين خائفة من انتشار الحقيقة، دعونا نستمر في إخافتهم ونشر الحقيقة وإنقاذ المسلمين. وهنا تحديدا تحولت القضية إلى رأي عام عالمي، وعلى هاشتاغ تيك توك أبدى عدد كبير من مستخدمي التطبيق اعتراضهم على ما حدث مع فيروزة، وأكد البعض أنهم سيقاطعوا التطبيق أو يحذفوه من هواتفهم، بينما طالب البعض برد واضح على ما تناولت فيروزة في فيديوهاتها وكذلك تبرير ما حدث من تطبيق تيك توك. الغريب أن التطبيق الصيني الشهير الذي بلغ عدد تحميله لمليار مرة على مستوى العالم، من المعروف عنه أنه ليس لديه سياسات تحظر المحتوى السياسي، لكنه وجد نفسه في ورطة. فصرح متحدث باسم تيك توك لموقع بيزنس إنسايدر أن الشركة لا تراقب المحتوى بسبب الحساسيات السياسية، وأن فيروزة تم حظر حسابها بسبب نشرها لمقطع فيديو لأسامة بن لادن، وهو انتهاك لسياسات تيك توك الخاصة بالترويج للإرهابيين. وهذا هو الفيديو الذي تسبب في أزمة حسب قول المتحدث باسم تيك توك، وتظهر فيه فيروزة مع أسامة بن لادن. لكن فيروزة نفت هذا الكلام وأكدت أن فيديو أسامة بن لادن قديم وتم غلق حسابها القديم بسببه، والحظر في المرة الأخيرة لم يتم إلا بعد إضافة فيديو من 3 أجزاء خاص بمسلمي الإيغور. وبعد جدل كبير اعتذر تطبيق تيك توك في النهاية عن حذفه مقطع الفيديو الذي ينتقد معاملة الصين للمسلمين، وأكد أن الأمر تم عن طريق الخطأ، وأعاد حساب فيروزة مرة أخرى. وأكدت فيروزة عبر تويتر عودة حسابها، لكنها قالت إنها لا تصدق أن الفيديو المكون من 3 أجزاء حول مسلمي الإيغور تم حذفه لعلاقته بفيديو أسامة بن لادن الساخر، والذي حذفه تطبيق تيك توك من حسابها القديم قبل حظره أيضا. لكن الأمر لم ينتهي هنا، فهناك مجموعة من المغاردين دافعوا عن تطبيق تيك توك الأشهر حول العالم، وهذا الفريق نشر فيديو آخر لفيروزة يعود لشهر أكتوبر الماضي تنتقد فيه تعامل السلطات الصينية مع مسلمي الإيغور أيضا، ومع ذلك لم يتم حظر حسابها حسب تأكيدهم.
وبرر هذا الفريق وجهة نظره بأن مسلم الإيغور بأنفسهم لجأوا إلى تطبيق تيك توك أغسطس الماضي لإيصال معاناتهم إلى العالم بعدما حرمتهم السلطات الصينية من أي اتصال بالعالم الخارجي. وتحول تيك توك إلى متنفس وأطلقوا عليه حملة لجذب الانتباه، لكن كانت بهذا الشكل. كما رأينا أشخاص يقفون بهدوء وبصمت أمام صور لأحبائهم الذين اختفوا بسبب اضطهادهم في الصين كما قيل، ومن أطلق هذه الحملة هي أهالي مسلم الإيغور كرسالة خفية للفت الانتباه إلى معاناتهم، واستخدموا نفس الأغنية الحزينة التي تدعى دون ميج وتعني العودة باللغة التركية. على أي حال وبغض النظر عما إذا كان تطبيق التيك توك حذر فيروزا بسبب فيديو مسلمي الإيغور أم لا، الأهم أنها بالفعل خلقت وعيا عالميا لقضية مسلمي الإيغور في الصين.